إذا من مبنى مجلس النواب ينضم إلي مباشرة مراسلنا محمد فراس. مرحبا بك يا محمد، وأبدأ من أجواء التصويت على شغل الوزارتين المتبقيتين. كيف كانت أجواء التصويت يا محمد؟ نعم، تم التصويت بالأغلبية المطلقة على المرشحين لمناصب الوزارتين اللتين تبقيت، يعني أجلت من الكابينة الوزارية المجملة التي تم التصويت عليها مسبقا. عقدت الجلسة بعد ساعتين من التأخير، كان من المفترض أن تعقد في الساعة 11 صباحا، عقدت في الساعة 1، وبعد الساعة 1 ظهرا كانت هنالك انسيابية في التصويت بعدما اتفق الحزبان الكرديان على مرشحي هاتين الوزارتين، ومن ثم مضى مجلس النواب بالقراءات لما تبقى من المواد التي يبتغي تشريعها في جدول أعمال جلسة هذا اليوم. الجدول الذي احتوى على 9 مواد قانونية، تم إنجاز أو قراءة 6 مواد من أصل 9، وتبقى 3 مواد أجلت إلى جلسة يوم الاثنين. رفعت الجلسة إلى يوم الاثنين قبل وقت قليل من الآن، بعد ما أكمل مجلس النواب قراءة المواد التي سبقت 6 مواد، بدأت من التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية، وانتهت بالقراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. هذا القانون الذي لاقى اعتراضا من عدد كبير من عدد من أعضاء مجلس النواب، والذين جمعوا تواقيع نيابية بغية سحب هذا القانون، خصوصا أن هذا القانون بحسب تعبيرهم عد وأنشئ في فترة لا تتشابه مع هذه الفترة الحالية، وظروفها مختلفة عن الظروف الحالية التي يعيشها العراق سياسيا اقتصاديا أمنيا. بالتالي هنالك رفض لهذا القانون، هو أيضا قد أدرج عدد في عام التوقيع يا 2017 في محمد، جدول الأعمال. عدد التوقيع المقدمة لسحب هذا القانون، وهل هي كفيلة ربما بسحبه؟ ما هي الفقرات التي يعترض عليها الموقعون على سحب هذا القانون؟ نعم، 39 توقيع نيابي إلى غاية الآن جمعت من أعضاء مجلس النواب، منهم مستقلين ومنهم قوى يعني أحزاب تشرين، أيضا النواب أكراد أيضا اعترضوا على عدد من فقرات هذا القانون، وقعوا مع الموقعين لسحب هذا القانون. أهم الاعتراضات التي جاءت على هذا القانون هي آلية تقنين أو تقييد الذي أو التجمع الذي يريد تعبير عن رأيه، التظاهر إن أرادت قوى سياسية معينة التجمع والتظاهر بالتحديد، يجب عليها حسب مسودة القانون التي سربت لنا، يجب عليها أن تشكل لجنة مكونة من لا يقل عن 3 أشخاص أو 5 أشخاص. هذه اللجنة تقف أمام المساءلة القانونية في حال حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية وأعمال شغب. هذه اللجنة عليها أن تقدم جدول معين لسبب التظاهرة، حيثيات التظاهرة، لماذا يريد مجموعة الأشخاص التظاهر في جهة معينة، أمام جهة معينة، ضد جهة معينة، في منطقة معينة، تقدم إلى رئيس الوحدة الإدارية المسؤول عن المحافظة أو العاصمة، ولرئيس الوحدة الإدارية الموافقة أو الرفض. هذه الجزئية، وهناك أيضا كما وصفت من عدد من أعضاء مجلس النواب بالمصطلحات مطاطة، من الممكن أن تستخدم ضد المتظاهرين في أي جهة لأي جهة يتبعون ولأي توجه كان. بالتالي هذه الاعتراضات أو هذه النقاط بالتحديد اعترض عليها أعضاء مجلس النواب، لأنها تقنن حرية التعبير عن الرأي، تقنن توجه المواطن في التعبير عن رأيه أو التظاهر أو التجمع بشكل سلمي في أي منطقة كانت. بالتالي جمعت هذه التوقيع على هذا الأساس. وصف هذا القانون أيضا بأنه قانون ديكتاتوري لا يتوالم ولا يتناغم مع الفترة الديمقراطية التي يعيشها العراق في الفترة الحالية. الاعتراضات لربما ستتسع قاعدتها في الفترات الأولى. نحن أمام قراءة أولى فقط، والقراءة الأولى هي كما وصفت بقراءة اعتيادية فقط لعرض القانون، على الرغم من أن المسودة لم تنشر بشكل رسمي إلى غايتنا، لكن
ما حدثنا به أعضاء مجلس النواب وما أوضحوه لنا بأن فيه فقرات يعني تنتهك حرية التعبير عن رأي وحرية التظاهر السلمي كما ضمنه الدستور في المادة 38. مدى إمكانية الأخذ بهذه الملاحظات والاعتراضات التي أبداها الموقعون واحتمال إعادة النظر في هذه الاعتراضات التي تضمنتها بعض الفقرات، أم أن القانون سيرحل كما رحل في وقت سابق؟ نهاية السؤال لم أسمعه بشكل جيد، لكن مجمل سؤالك في مدى إمكانية الأخذ بالاعتراضات أو ترحيل القانون كما رحل سابقا لدى عرضه. نعم تفضل. نعم القانون حينما في الفترة الماضية في عام 2017 قبل دورتين من الآن حينما عرض على مجلس النواب رفض ليس فقط من أعضاء مجلس النواب، إنما هنالك أوساط شعبية، ناشطين مدنيين، سياسيين مستقلين اعترضوا على هذا القانون ووجهوا ضغط على رئاسة مجلس النواب، بالتالي رئاسة مجلس النواب سحبت القانون. حينما أعيد الآن إلى طاولة النقاش والقراءة ووضع أمام مجلس النواب كقراءة أولى، واجه إلى الآن 39 اعتراض نيابي بتوقيع رسمي وبكتاب رسمي قدم إلى رئاسة مجلس النواب، ولربما كما أوضحت أن القاعدة ستتسع شيئا فشيء، وأيضا هنالك توجيه من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى الأوساط الشعبية وأيضا إلى الناشطين المدنيين بضرورة أن يقفوا أمام هذا القانون من منظار الوعي الكامل بسبب بنودة التي لربما ستقنن أي تحرك واعي أو أي نشاط سلمي يراد منه التظاهر أو تبيان الرأي. هنالك أيضا حديث دار بيني وبين أحد النواب قبل توجهه إلى الجلسة بأن القانون لربما أيضا سيربط بقانون الجريمة المعلوماتية حينما يكون هنالك سيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي في جزئيات مثل التعبير عن الرأي، الاعتراض على نقطة معينة، الوقوف عند حالة فساد محددة ونشرها على وسائل التواصل تغريدة لربما من مسؤول أو من صحفي أو من ناشط مدني يعبر فيها عن امتعاضه على سياسي محدد، إداري محدد في الدولة. يربط هذا القانون بقانون حرية التعبير ويؤخذ على أساس المصطلحات المطاطية كما وصفها أعضاء مجلس النواب وتنسب إلى هذا المسؤول عن هذا النشر، وبالتالي يكون أمام المساءلة القانونية. كل هذه الحيثيات وهذه الأبعاد تؤثر أو تشكل خطر على حرية المواطن في التعبير عن رأيه. أكتفي بهذا القدر معك وأشكرك جزيلا على كل ما أحط. مراسلنا من داخل مجلس النواب محمد فراس، شكرا لك.